انا غادي من هنا. هادي اللي باش كنشعلو كنطفيو في الشيا هاي نكتبو فيها مارش اري كنبقى مرك عليها كطفى كنورك عليها هكا تشعل ياك. بالنسبة للبروغرام عندنا هاد الاول هذا قلنا انتونسيف يعني الحوايج الموسخين بزاف في 35 في ساعة و 35 دقيقة ياك ساعة 35 دقيقة عدي من بعد هاد البروغرام هذا ديال الرابيد هادو شي حوايج هادو غير شي حوايج اللي هما ديال العرك فهمنا في ربع ساعة ما كيشلش حوايج مزيان هاد ما كيحصرهمش. من بعد عندي هاد البروغرام هذا فيه الرانساج اي صوراج يعني التشلال والعصير التشلال والعصير شي حاجة صبنت على برا غنجي لها الرانساج هنا نشللها ونعصرها ولا شي حاجه تصبنات ليا وما تشلاش ليا مزيان كنعاود لها عاوتاني عصره اخرى وتشليله اخرى فهمنا. من بعد عندي لي صوراج شي حاجه تاهي صبنت على برا وبغيت غير نعصرها او صبت الحوايج وما تعصروش ليا مزيان كنعاود ندخلها لي صوراج العصير ياك. هنا لان شي هذا خاص بالحوايج ديال الخير هذه فيها 45 دقيقه كيدور وكيحبس كيدور وكيحبس باش الحوايج الخيط ما كيخسروش. من بعد عندي ديليكا في ساعة و 20 دقيقة تقريبا ياك. هذا بروغرام مزيان ندير فيه كاع الحوايج. ومن بعد عندي سينتيتيك حتى هو ممكن ندير فيه جميع الحوايج اذا انت تخدم هذا البروغرام هذا تخدم هذا السينتيتيك صافي. ومن بعد عندي كوتون كوتون في ساعة و 33 دقيقة هذا بالنسبه للحوايج ديال القطن هذا بعدك ما دير بين تاعي تفاهمنا. هنا مثلا غنجي انايا كندير سينتيتيك بلاي صافي كنسبدها مزيان صافي كندير بلاي. بالنسبه لهاد لي بوطون هادو مثلا انا اختاريت السينتيتيك هنا كنقول دوري ليا 800 دوره في الدقيقه في العصير كنعاود نكليكي كنقول هنا ما تعصريش الا كان زيرو 400 دورة 600 800 انت غتخليها في 800 كيما يخدم هو انت ما تقيش كاع هنايا. هنا الحرارة هنا كيصب ب 40 دوغري 50 60 ما بارد ما تروبيني ما تروبيني او الثاني 40 تفهمنا. هنا اوبسيون هنا الى هذه الى وركت على هذه مثلا وركت هنا ناسي هنا كتكون طافية وركت هنا وشعل هادي هادي كنقولها اريت كيف بلان يعني صبني مثلا انا غادي غادي خارج صبنات هي الحوايج ياك هاي صبنات هي الحوايج انا غنتعطل برا الا جيت غنلقاها مخانزين ياك كنقولها اريت كيف بلان زعما خلي لي الماء في الكيف تنجي وعادة غادي نحيد هاد لوبسيون هادي ياك. هنا كنقول ليها مثلا انا اختاريت سينتيتيك وكنشعل الطبولة هادي كنقولها زيدي لنا عصرة اخرى فهمنا. هنا كنقول لها دير لي ايكو مثلا انا درته في السينتيتيك شحال قلنا في السينتيتيك في ساعه 10 دقائق الا جبت الايكونوميك كنقص منه كنقول اقتص دير لي الضوء اقتص دير لي الماء شحال ولات 40 ولات 40 انا نقصت تفهمنا. هنا كنقول لها زيديني التصبينه اشوف من ساعه و10 ولات ساعه و27 دونك ما ينضر اش غيديروا يشعلوا ياك يختاروا السينتيتيك بغاو يزيدوا نقص من الضوء بغاو يزيدوا نقص من الوقت ينقصوا ما بغاوش يخليو يخدموا بحال الماك انا جو بريفير يخدموا بيه بحال الماك الوقت شحال بغا ينقص منين الوقت كيجيو لهادي اوبسيون اوبسيون وكيهبطوا الايكونوميك كيبقى يوريك حتى كتشعل ايكونوميك وزكا سعد انا جاي صافي تفهمنا. من الاحسن انت ما ديرش هادي صافي هادو خليهم طافيين تيشعر تقيسهمش انت غير اختار السينتيتيك يصبن وتعصر دير كلشي فاهم.